بسيطة تدور بين شخصين يلتقيان للمرة الأولى ويتحدثان بلغة الاحترام. Merhaba. مرحبا، Benim adım Olga. Sizin adınız ne? benim adım Amr. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ben Almanyalıyım. Siz nerelisiniz? Ben Türk'üm. Hoşça kal. Güle güle. ننتقل الآن لتعلم بعض المصطلحات الأساسية في الحياة اليومية. مرحبا. Merhaba. Günaydın. Günaydın. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. هنا الكلمات التي بدأت باللون الأسود هي البدء في المحادثة، أما الكلمات التي كتبت في اللون الأحمر فهي الرد عليها. مثال مرحبا، الرد يكون عليها مرحبا، وهكذا جونايدن، الرد جونايدن. لاحظنا أن الكلمات متشابهة، أما هوشتاكال فالرد كان جولي جولي، تغير الرد. هوش جالدينيز، الرد هوش بولدوك. سنبدأ الآن بقاعدة الصوتيات التي تعتبر أساس لجميع قواعد اللغة التركية. كما أخذنا في الدرس السابق، الأحرف الصوتية 8 أحرف، قسمت إلى قسمين، القسم الثقيل والقسم المخفف المنقوط. قاعدة الصوت الثنائي هي قاعدة قسمت الأحرف الصوتية إلى قسمين، أ، أ، أو، أو، وتأخذ أ، مثل ما أخذنا في الدرس السابق قاعدة الجمع. إذا انتهى آخر حرف صوتي بالأحرف الثقيلة نأخذ لار، إذا آ. ومن الطرف الثاني أ، إي، أ، أو، تأخذ أ كما أخذنا في قاعدة الجمع. إذا انتهى آخر حرف صوتي في الكلمة بحرف منقوط أو حرف أ فإنها تأخذ لير، أي الحرف أ. إذا الحرف أ هو الحرف الرائد للمجموعة الأولى الثقيلة الغير منقوطة، والحرف A هو الحرف الرائد للمجموعة الصوتية الخفيفة المنقوطة. أما قاعدة الصوت الرباعي هي قسمنا الأحرف الصوتية 8 إلى 4 مجموعات. في قاعدة الصوت الثنائي قسمناها إلى مجموعتين، الرائد هما آ للثقيل و A للمخفف. أما الصوت الرباعي فهناك 4 مجموعات، آ، أ، الرائد هو أ، أ، إي، الرائد هو إي، أو، أو، الرائد هو أو، أ، أو، الرائد هو أو. وسوف نعرف كيفية استخدام هذه القاعدة في القواعد اللاحقة التي سوف تأتينا في الدروس القادمة. هذه القاعدتين هي أساس اللغة التركية وتعتبر أساس لجميع قواعد اللغة التركية. أنوه أنه يجب حفظ هاتين القاعدتين بشكل جيد جدا، وإلا سوف لن تتمكن من التعلم. لنأتي إلى الأرقام، سنأخذ اليوم فقط فئة الآحاد والعشرات. لنبدأ من الرقم 0، 0، بير، 2، 3، 4، 5،
6, 7, 8, 9. Linukarır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. أما فئة العشرات فهي 10، 20، 30، 40، 50, 60, 70, 80, 90. لنكرر 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70, 80، 90. لنأخذ تلك الأمثلة. لنبدأ بالرقم 13. مكون من آحاد وعشرات. إذن 10 و3، ويتم نطقه في اللغة التركية 10 3. on 10 üç 3 on 3، لا داعي لاستخدام و أبدا. on 3. المثال الثاني 25. إذن 20 5، 20 5، 20 5. فئة العشرات أولا ثم فئة الآحاد. 20 5 صح. 30 6. إذن 30 6. 30 6. 40 2. 40 2. 40 2. 80 4. 80 دورت. بدأنا بالعشرات التي هي 80، وانتهينا بالآحاد التي هي 4. 80 دورت. 20 6. 20 6. 40 1. 40 1. لنكرر 13 25 36 42 84 26 41. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الدرس الثالث، درسنا اليوم. ولكن وجب أن أنوه أن هذه القاعدة هي أهم قاعدة وأساس اللغة التركية، وتستعمل فيها جميع قواعد هذه اللغة. هي قاعدة الصوت الثنائي التي قسمنا بها الأحرف الصوتية الثمانية إلى قسمين، الثقيلة والرائد هو أ، والخفيفة والرائد هو أ. أما قاعدة الصوت الرباعي فقسمنا بها الأحرف الصوتية الثمانية إلى أربعة أقسام على الشكل التالي: أ أ أ، أ إي إي، أو أو أو، أ أ أ. بقاعدة الصوت الثنائي استخدمنا منها قاعدة الجمع لار لير. أما قاعدة الصوت الرباعي سوف نستخدمها في الدروس اللاحقة.